عمارة ساكن فين؟ سيبني قدامك. طب وانت ساكن فين؟ في الشقة دي. لا مين؟ أنا صاحب. مساء الخير. أهلا يا سهر. أهلا. اتفضل. اتفضل يا سهر، خش على الصالون. أنا آسفة إني جيت من غير ميعاد، بس أنا قلقت عليك لما غبت عني. لا أبدا. كنت فين يا حسين؟ ها؟ كنت فين؟ الحقيقة أنا أصلي كنت في ال كنت في المستشفى. خير؟ ليه؟ لا أصلي كنت بعبر السكة، فعربية جت صدمتني. أخسى عليك يا حسين، وما تقوليش؟ قلبك عليا مش كده؟ طبعا قلبك عليا انت قوي. ها اصل انا بصراحه يعني ما رضيتش ازعجك يا سهر. انت ما زرتش اخوك امبارح ليه؟ ما زرتش اخوك امبارح ليه؟ اصل انا بصراحه بتقطع لما بشوفه لابس هدوم السجن. صح، بتقطع قوي يعني. ايوه بس انت وعدت بابا انك تساعده عشان يلاقي الفلوس ويرجعهم للشركه. بس انت تحلويتي قوي يا سحر، حلويتي قوي يعني. وانت ظريف قوي النهارده يا حسين. ميرسي يا سحر قوي. ايه اللي عجبك فيه؟ معرفش، حاجات كتير من اول ما شفتك في لندن، وحاجات كتير شدتني ليك. صراحتك، وضوحك، ثقتك فيا. يا فعلا انا بثق فيكي، فعلا بثق فيكي. صحيح يا حسين. طبعا بثق فيكي. عشان كده يا سحر انت الوحيده اللي ممكن تساعديني بصراحه يعني. سهر انا 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 عايز اعترف لك بكل حاجه. اعترف يا حسين. اعترف انا معيش ولا مليم ومحتاج 500 جنيه لو فيها رزاله يعني. ايوه بس انا اسفه، معيش غير 300 جنيه، خدهم دلوقتي واجيب لك الباقي بكره. بس يا سهر، ميرسي جدا. انا عارف ان دي اخلاقك طبعا، وعارف انك انت لازم تقف معايا. انا مش عارف اقول ايه. حقيقي مش عارف اقول ايه. ده؟ ده بوس يا سحر، في حاجة؟ بس انت عمرك ما اتصرفت معايا التصرف ده. اصلا ما كنت في المستشفى. انا لازم امشي دلوقتي. ها؟ ابقى اتصل بيا. كباريه البيت ومن البيت للكباريه. والديابه اللي حواليكي محدش فيهم حاول يستغل غيابي في السجن ويلف عليكي؟ من ساعه ما ضربت الراجل اللي كان بيعاكسني بالسكينه ودخلت في السجن كلهم كشوا. طمنتي يا قلبي يا سونسو. طب انا هروح بقى اسلم على امي واروح نفسي وهحصلك على البيت. على فكره انا عرفت ليه؟ لقيت شقه على النيل وطول عمري بحب النيل قمت عرفت. وساكنة بقى قدام أنهي عمود على النيل؟ 150 الدور الحجري. ألو؟ أيوة أنا شكري ماشي. مين؟ أنا من طرف سوريا الرقاصة. قلتوا ليه؟ دلوقتي حالا؟ لا ما أنت لو ما جيتش
هجي لك هي وتخرب بيتك. طيب طيب انا جاي حالا. رايح فين يا شاكر؟ مصيبه مصيبه كبيره. مصيبه؟ مصيبه ايه يا فلا الشر؟ حريقه ولازم انا اطفيها. حريقه؟ فين الحريقه دي؟ في المصنع. حالتك استر يا رب استر يا رب. شاكر ايه اللي جابك؟ واحد صحاني اليوم وقال لي انك عايزاني، غلبت من فرش زوجية وجيت لك على ملا وشي. مين اللي كلمك؟ انا ما خليتش حد يطلبك. انا عارف مين اللي كلمني. انا اتخضيت عليك يا سونيا. انت عارف انا بحبك قد ايه؟ ده انت مش ملاحظ ان الوقت متاخر يا شاكر؟ متاخر ايه؟ كلام اللي بتقوليه ده؟ ده انت طول عمرك تقولي لي تعالى في اي وقت يا شاكر. ده انا ما صدقت المكالمه دي جاتني. و ايه على ملا وشي؟ انا هربت من فراش الزوجيه. ايه يا شاكر؟ ايه مالك يا سونيا؟ مفيش. الله، من ساعه ما شفتيني وانت وشك اصفر وعماله تبصي في الساعه وعماله تبص ناحيه الباب مستنية حد. طبعا لا يا شاكر. حد مين؟ لا ده انت الكذب بيتنطط في عينيكي. ايه انت بتخونيني؟ طبعا لا. لا يا حبيبي ولا اخونك برضو. ايه ده؟ مين ده؟ ده 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 ايه عشيك؟ لا شاكر عشان خاطر اخرج من باب المطبخ ده. انا مش هخرج من باب المطبخ، انا هستنى هنا علشان اكشف خيانتك يا سونيا. شاكر شاكر شاكر. هو فين؟ هو راح فين؟ انت مين حضرتك؟ انا اعتدال مرات شاكر المنشي. مرات انت؟ عايزه مين حضرتك؟ جوزي، جوزي اللي صحيتيه من النوم وجربتيه على ملا وشه، الراجل الدون اللي اشتريته بفلوسي. ده انا هخرب بيته. فلوسك مين قالك اللي خد كده؟ ما انا مشيت وراه لحد ما وصل هنا. يعني موطي صوتك ارجوكي. هو فين؟ مخبيه فين؟ هو مين ده؟ انا جوزك ما شفتوش وما اعرفوش. لازم هو اللي جاي ده، مش لازم يعرف ان انا جيت. ها؟ لازم اظبطه مكانها بالساعه. يا خبر اسود ومنيل. الدور، اهلا يا حبيبي. ايوه الدور يا خينا اللي مرمطت اسمه هو في السجن. انا ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا عرفت كل حاجه، وانك على لقب واحد اسمه شاكر المنشي وهو اللي بيصرف عليكي. دي كلها اشاعات يا قدوره ما تصدقهاش. ايه ده؟ دي باين عليها عرسه. وده هنا كمان. ده باين عليه الراديو. علي اعتذار ربنا يهدك. ونبيل عشيقك مخبيه في اوضه النوم يا مجرمه. انا هخرب بيتك يا شاكر. وانا هقتلك يا شاكر الكلب. هتروح السجن تاني يا الدورة. بيعمل ايه في اوضتك؟ بيطاردني، وعشان اخلص منه كلمت مراته تيجي تظبطه متلبس. صحيح يا سونيا مفيش حاجه بينك وبين اللي اسمه المنشي ده. اخس عليك يا قدور، في حد يملى عيني غيرك؟ ده انا بقالي سنين مستنيه اليوم اللي تخرج فيه من السجن. يا حبيبتي مشروع ميته وانفاق. اوعى اوعى يا راجل بلاميل. اوعى مين ده؟ اوعى يا شيخ بلاميل ده. لا اوعى.